نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حينما يستعلي المسلم بإسلامه، ذكرنا بالأمس لقاء جمع بين ربعي بن عامر ورستم قائد الفرس، واقتضى الحال إيجاز قضية الإسلام في كلمات بسيطة موجزة تحمل معاني كبيرة، لأن ربعي رضي الله عنه كان أمام عدو محارب، فلم يحتج الأمر إلى مزيد من البسط في الكلام، بخلاف موقف جعفر ابن أبي طالب أمام النجاشي. النجاشي رجل أراد أن يفهم قضية هذا الدين الجديد الذي هو ليس على دينه ولا على دين العرب، عاوز يقول له إيه الموضوع، فهمنا إيه الموضوع. أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم وسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ يعني الرجل عاوز بسط في الكلام، عاوز اقتنع، وليس هو عدو وليس محاربا، وكما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ماذا قال جعفر في عرض قضية الإسلام؟ أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟
فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم التي تحكي ولادة عيسى عليه السلام. فبكى النجاشي وبكت الأساقفة حينما سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، يعني التوراة وهذا الوحي إنما مصدره واحد. انطلقوا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. لقد كان جعفر رضي الله عنه في آية الذكاء وقمة المهارة السياسية والإعلامية والدعوية. وتحليلا لما ذكره جعفر، أولا عدد عيوب الجاهلية وعرضها بصورة منفرة. ثانيا عرض لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم البعيد عن النقائص المعروف بنسبه وصدقه وأمانته وعفافه. ثالثا أبرز محاسن الإسلام. رابعا فضح ما فعلته قريش لهم لأنهم رفضوا عبادة الأوثان. خامسا أثنى على النجاشي بما هو أهله بأنه لا يظلم عنده أحد وأنهم اختاروه. سادسا عندما طلب النجاشي شيئا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء بصدر سورة مريم في غاية الإحكام والروعة والتأثير، حتى بكى النجاشي والأساقفة. انتهى الأمر بأن أعلن النجاشي صدق القوم، وبذلك انهزمت قريش في هذه الجولة سياسيا وإعلاميا. من مظاهر هذا المرض الخطير الخوف من إظهار الهوية الإسلامية. ما هو المرض؟ حد فاكر؟ الهزيمة النفسية. قلنا الهزيمة النفسية ده مرض وله أعراض وله أسباب، فإحنا ما زلنا بنذكر أعراض المرض. ذكرنا تنحية الشريعة الإسلامية، الخوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدفاع عن الإسلام كأنه متهم في قفص الاتهام. والآن نذكر الخوف من إظهار الهوية الإسلامية، وهذا عرض من أعراض الهزيمة النفسية. فالمسلم الآن يخشى في ظل هذه الظروف أن يظهر اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أموره وأحواله، وأن يظهر هويته بعزة واستعلاء، ويخشى أن يتهم بالإرهاب والتطرف، ويخشى أن يتهم بالجمود والرجعية إلى آخر هذه التهم. بل تجد المسلم الآن إلا من رحم الله إذا سافر شرقا أو غربا قلدهم تقليدا أعمى في قصة الشعر وطريقة اللبس وطريقة الأكل وطريقة الكلام. يعني لما تيجي تأكل تمسك السكينة بإيدك اليمين والشوكة بالشمال، وهذا يستدعي أن تأكل بالشمال. إن ما عملتش كده يبقى أنت رجع، ما أنتش بتواكب البروتوكول بتاع الأكل والنظام. بل يخشى أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ويخشى أن يقول هذا حق وهذا باطل، لأنه مهزوم من داخله هزيمة نفسية. لو أن فريق القرى اليهودي تقرر لعبه في مباراة دولية في يوم السبت الاعتذر، وتغير الميعاد من قبل المنظمين احتراما لرغبته واحتراما لدينه، وقد حدث أن تعطلت مباحثات كامب ديفيد في يوم السبت
تلبية لرغبة بيجن والوفد اليهودي واحتراما للدين الآخر. لو كان هذا الموقف ان المسلمين قالوا لهم انتوا ليه بتدخلوا السياسة في الدين، ده ربما اعطوا لفريق القرى إباحة الإفطار في رمضان علشان الماتش المهم ده. وهو دين اليهود اللي بقاله 30 قرن لا يتهم بالرجعية والتخلف، والدين اللي بقاله 14 قرن هو دين الرجعية والتخلف. ما هي فوائد الحفاظ على الهوية والمخالفة التي تظهر الشخصية الإسلامية؟ ما هي الفوائد؟ أولاً، أن تبقى شخصية المسلم واضحة قوية متميزة بارزة المعالم. ثانياً، إن طاعة أهل الكتاب أو الاستجداء من مناهجهم ونظمهم لا يصدر إلا عن هزيمة داخلية وشعور بالنقص وشك في عدم كفاية هذا الدين وقدرته على قيادة الحياة. ثالثاً، هو نوع حجر إيماني كالحجر الأخلاقي وكالحجر الصحي. رابعاً، وسيلة لشحذ الهمم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وفي هذه الدعوة نجاتهم من النار. خامساً، وسيلة لمحافظة المسلمين على خصائص الإسلام ومميزات الإسلام. فالهوية الإسلامية هي كل ما يميز المسلمين عن غيرهم من الأمم، وقوام الهوية هو الإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه ولغته وتاريخه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا يكون ذلك إلا بتميزهم عن أمم الأرض واختصاصهم بهديهم وسمتهم الخاص بهم. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ويظهر هذا التميز في الأذان. روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه لما أهمهم الدعوة إلى الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. وفي الصلاة روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده على خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. وفي الصيام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خالف اليهود وصوم 9 مع 10. وفي الدفن عن معاوية رضي الله عنه قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا بهم. وفي إعفاء اللحى وحف الشوارب روى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي الصبغ وتغيير الشيب ولكن بغير السواد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وفي الزي وفي اللباس عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. الحديث رواه مسلم. والحكمة في منع التشبه أنه قد يفضي إلى اتباع سبيلهم والركون إليهم والميل لدينهم. قال سبحانه وتعالى:
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن التشبه يبدأ في الزي والصورة، ثم يتطور إلى التشبه في الأخلاق، ثم يتطور إلى التشبه في العقائد، وهذا أخطرها والعياذ بالله. وأنتم عندكم نموذج في من تغير من الزي للأخلاق للعقيدة، نموذج طه حسين، له كتاب اسمه الفتنة الكبرى، يقول ليس هناك فرق بين الإسلام والمسيحية، ليس هناك فرق، كلاهما يأمر بالخير وينهى عن الشر، بس خلصت القضية. وفي كتاب الشعر الجاهلي له يقول للتوراة أن تحدثنا عن شخصية إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن شخصية إبراهيم وإسماعيل، ولكن ذكر هاتين الشخصيتين في هذين الكتابين لا يعني وجودهما تاريخيا. هو جاب الكلام ده منين؟ من مرجليوس، مصدر التاريخ في فرنسا، التاريخ الإسلامي في فرنسا، أو دوركايم أستاذه، وهو في قصة الأيام قال إيه؟ قال لقد كان التلميذ لأستاذه محبا وبه معجبا إعجابا يكاد يصل إلى حد الفتون. معجب بمين ومفتون بمين؟ بدوركايم. طب درس السيرة الإسلامية لمين اللي مألفها؟ مرجليوس. فلا عجب أن تجد مثل هذا الكلام. أرأيتم كيف تطور الوضع من الصورة والزي إلى الأخلاق إلى ضرب العقيدة؟ والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.